إلى قصة أخرى لكن لم تتضح فصولها بعد أسبوعان يمران على اختفاء محمد الأمين باسط وسط ظروف غامضة رغم كل المحاولات التي قام بها أفراد عائلته وأقاربه وأعداد كبيرة من سكان مدينة الونزة. والدته اليوم تعاني وتستعطف كل من يستطيع مساعدتها من أجل العثور على فلذة كبدها، وتطالب بضرورة تكثيف العمل الأمني خصوصا وأن المدينة تتميز بوجود العديد من المناجم. سالي مدريد رصد التالي. اللي يجلي يجلس نقول ما خلونيش هكا كبتي شعرت علي ما نقولش الليل حتى النهار ما نحبش تحلي نحب غير النهار باش نقول ولدي وين بايت وين قاعد نتصب عليه قلسان جيعان عطشان. ها هو محمد اللي يشوفه ما يعيطوش لينا بالكذب، عينا من الاتصالات تاع الكذب، نوصلوا ميساج للناس نقولوا ليهم باللي راهو يعيطوا لينا بالكذب، راني يعيطوا في الليل نهجوا في النهار نهجوا. السبيطارات كيش ما شافوا واحد يتصل المواطنين هذوما نوصلوا لهم ميساج باللي راهو اتصال تاع الكذب هذايا. لا مشاهدينا لتفاصيل أوفى حول هذه القضية نربط الاتصال بمراسل تلفزيون النهار سالي مدريد. صباح الخير. صباح النور زميل. بداية سليم، هل هناك من تفاصيل جديدة حول قضية اختفاء الطفل الأمين محمد الأمين باسط؟ هل من تطورات في هذه القضية؟ لحد الساعة الأبحاث تزال متواصلة يعني من طرف الأهل والأقارب والجيران والمتضامنين من سكان مدينة الونزة ومعهم أيضا رجال الشرطة. لا جديد يعني، لا يزال لحد الساعة محمد الأمين باسط مفقود في ظروف غامضة، والعائلة تبقى دائما توجه يعني نداء إلى السلطات العليا في البلاد من أجل مساعدتها على إيجاد ابنها. طيب سليم، هل يعني نقدر نقول تفاصيل أوفى؟ هل هناك يعني تحركات ممكن أنها توصل المحققين إلى الفاعل أو الجاني اللي ارتكب يعني ظاهرة الاختطاف في حق الطفل محمد الأمين باسط؟ لحد الساعة يعني لا توجد هناك بوادر عن أن القضية تتعلق باختطاف يعني 100%. كما هو معروف أن محمد الأمين يعاني من مرض الصرع، يعني كل الاحتمالات موجودة، ربما يكون قد تعرض إلى اختطاف أو تعرض إلى فقدان وعيه في مكان يكون يعني هكذا معزول. ما دام يعني لحد الساعة لم يتم العثور على أمين سواء حي أو ميت، كل الفرضيات راهي يعني العائلة تضعها في الحساب. فقط العائلة هي تناشد القيادة العليا للدرك الوطني من أجل التدخل بتعليمات هنا على مستوى القاعدة من أجل تكثيف الأبحاث خاصة في المناطق الجبلية، وخصوصا أنه منطقة الونزة تتواجد بها العديد من المناجم وكذلك تقع على خط التماس مع الجمهورية التونسية. طيب شكرا لك سليم مدريد مراسل تلفزيون النهار، كنت معنا على المباشر من تبسة، وإن شاء الله يعني توفينا بأخبار أخرى وإن شاء الله تكون مفرحة في قضية اختفاء محمد الأمين باسط. شكرا لك مرة ثانية. نعم إن شاء الله زميلتي، شكرا.